بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محاضرتنا هذا اليوم تتضمن موضوع الرسوم الإحصائية باستخدام برنامج المايكروسوفت أكسل، وأعددنا حقيقة لحضراتكم جدول متكون من مجموعة من الآبار، ولكل بير هنالك الكود لذلك البير، التسلسل والمتغيرات اللي هي الإي سي التوصيلية الكهربائية، والملوحة الذائبة الكلية توتال ديزولف سوليد، والقاعدية والحامضية، والكالسيوم والمغنيسيوم وتركيز الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والسلفيت وتركيز الهيدروكربونز ال HCO3. اليوم راح نبدي بالعمل على من مجموعة من الرسوم. حقيقة الرسوم تبدأ من انسيرت، من انسيرت هنالك عدد من انواع الرسوم، الكولومن، لاين، باي، بار، اريا، سكاتر، سكوت، سيرفيس، والدوفنت، والبابل، والرادار. احنا راح نركز على الكولومن واللاين والباي والسكاتر لاهميتهم في العمل البحثي. نبدأ بالكولومن. هنالك علاقة تربط ما بين الكولومن واللاين، حيث ان كليهما يحتاجان إلى قيمة المحور الواي فقط، أما بالنسبة للإكس فتكون هي عبارة عن التسلسل الزمني أو تسلسل مكاني، يعني متسلسلة. إذن هو عبارة عن قيمة واي مع متسلسلة، تمثل قيمة واي القيمة الأساسية المطلوبة، وتمثل الإكس هي القيمة المتسلسلة. كيف راح نجي نصر؟ أول شيء نبدأ بالكولوم، نختار الكولوم. من هالكولوم راح يكون عندنا هذا الشكل اللي تلاحظوه. رايت كليك، سيلكت داتا، طلع لنا هاي الشاشة. هنا تشارت ديت رينج، اما نستخدم رينج او نستخدم متسلسلات. راح نستخدم متسلسلات، نقول له اد. من الاد تلاحظون هنا يطلب فقط شيئين اساسيين، السيريز نيم والسيريز فاليوز. اسم المتسلسلة تكون مثلا التي دي اس، راح نختار منها التي دي اس. بعد ذلك السيريز فاليوز، قيم الفاليوز للمتسلسلة المطلوبة، راح ناخذ مثلا كليك، اخذنا هذا المتسلسلة. اوكي، لاحظ هنا رسم لنا متسلسلة لقيم تي دي اس مع التسلسل طبيعي 1 2 3 4 الى حد العشرة. واضح هالمتسلسلة الموجودة هنا عندنا. زين، ممكن إضافة كثير من المتغيرات لها. أول شيء هنا مثلا يمكن التعامل مع البروبرتيز، خصائص المحور X وخصائص المحور Y، باختيار كليك ثم رايت كليك ثم values ثم فورمات أكسس. عفوا، من فورمات أكسس يظهر لنا هنا مجموعة من الخيارات، اولها الاكسس اوبشنز اللي هي بالنسبه للقيم المينيمم من الماكسيمم. من هنا مثلا نقدر نقول له فيكس، ونقدر نعطيه قيمه مثلا، خلينا نقول تبدا مثلا من الالف بدلا من الصفر. الف، لاحظوا تغير الى الالف. هنا ممكن ايضا نفس الشيء بالنسبه للماكسيمم، بدل ما 4000 مثلا ممكن نخليها فت 6000. لاحظوا 6000 أصبح عندنا بدل ما 4000 6000، والعكس ممكن نرجعها نخليها 4000. زين، هنا لدينا ما يسمى بالميجر يونت والمينور يونت. الميجر الوحدات الرئيسية اللي هي الآن 1500 2000، يعني الوحدات الرئيسية هي 500 وحدة، ما بين ليبل ما بين وحدة وحدة 500، الفارق الانترفال 500، من الممكن زيادته أو من الممكن خفض هاي القيمة حسب الطلب. أما ما يسمى بالمينر يونتس، هنا المينر يونتس الموجود مثلا 100، لو ممكن جعله 50 50 50 50، ما راح يتغير شيء حاليا، لكنه يفيدنا هذا في عملية الجريد. بالجريد راح يفيدنا هاي العملية. مثلا
الآن لو رحنا إلى اللي اوت، بمجرد اختيار هذا الشكل يظهر لنا هنا chart tools design و لي اوت و format. باللي اوت هنا لدينا grid line، من الجريد لاين لدينا المينر يونت. تلاحظون أخذ 50 50 50 50. لذلك لو رجعنا مرة ثانية فورمات أكسس، وبدل ما يكون 50 جعلناها مثلا 100، هنا تلاحظون قلت، وممكن ما 100 ممكن يصير مثلا 125 منتصف ال، لاحظوا، أو ممكن 250، لاحظوا تغيرت عندي. فالمينر يفيدني في عملية الجريد، الجريدنج. جيد، الآن لدينا الفاليوز ان ريفيرس. هنا تبدأ القيمة من الألف، ممكن نقلب القيمة بحيث تكون العكس، لاحظوا من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للأعلى. أيضا لدينا اللوغاريتميك سكيل. اللوغاريتميك سكيل حقيقة هذا يخدمنا في مجال آخر. لو فرضت لدي هنا مثلا التي دي اس، هاي القيم، وراح أضيف قيم أخرى مثلا لتكون 250، 150، 25، 5، 1، 0.1. لو فرضنا ضفت هاي القيم، الآن ضفت هاي القيم والقيم متباينة تبدأ من 0.1 وتنتهي إلى 1000 إلى 3000، فرق كبير ما بين هاي القيم. لو طبعا رايت كليك هنا سيلك داتا وأقول له إديت وأختار منه التغيير الجديد الحاصل، لاحظوا اللي حصل شنو. اللي حصل انه هذه القيم اصبحت قليلة جدا، القيم هاي قليلة جدا بحيث لا يمكن تمييزها. بالتالي نحتاج الى انه ناخذ ما يسمى باللوغاريتميك سكيل. لوغاريتميك سكيل، انظروا اذا اخترت اللوغاريتميك سكيل، لوغاريتميك سكيل، وابدي مثلا من البوينت 1، من البوينت 1 لوغاريتميك سكيل، بدينا بي بيس 0.1. لوغاريتميك سكيل هنا الألف وضعه 0.1 مينيمم، بدون بوينت. لاحظوا اخواني 0.1، لاحظوا اخوان هنا ماذا حصل لدينا، والمينيموم والماكسيموم، وهنا لدينا اوتوماتيك ريزولوشن. اوكي انظروا اخواني، هذا نخليك له اوتو 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 أوتو. هنا يظهر لدينا التالي، أصبحت لدينا القيم اللي هي 1 4. لو هنا بدل ما 1 خلينا 2، هنا 2. لاحظوا هنا أخوان الجانب اللوغاريتمي أو السكيل اللوغاريتمي أفادني بأنه ظهر لدي كل القيم. هاي لو فرضنا خلينا نقول 1.5 حتى تكون واضحة، لاحظوا أخذ لنا الجانب من الواحد تقريبا 0.5 إلى 4000، أخذ جانب كله بدورات لوغاريتمية، بدورات لوغاريتمية. هذا هو معنى اللوغاريتميك سكيل، لوغاريتميك سكيل، لوغاريتميك سكيل، لوغاريتميك سكيل. هذا هو اللوغاريتميك سكيل مثل ما تلاحظون اخواننا، واضح؟ هذا اللوغاريتميك سكيل.
الآن لو رجعت مساحة بين القيم، مساحة هاي القيم، أمسح القيم حتى أكمل بقية المحاضرة. إذا عرفنا الآن ما هو اللوغاريتمك سكيل. أيضا لدينا هنا الميجر أوتسايد، يعني هاي التك، التكات الأساسية لهذا التك الموجود. from being outside ممكن يصير inside. لحظة، outside راح أكبر الرسم شوي حتى يكون واضح. لحظة، one inside none cross، هاي التكات الموجودة هنا. أيضا المينر تك outside، وممكن يكون cross، وممكن يكون none. لدينا هنا الاكسس فاليو، الاكسس فاليو تبدا من الصفر، الاكسس فاليو تبدا من الصفر، وممكن الاكسس فاليو ما يبدا من الصفر، يبدا مثلا من 500. لاحظوها الاكسس فاليو انتقل الى 500، ممكن الاكسس فاليو انتقل الى 500. والماكسيمم اكسس فاليو لاحظوها ممكن تقلب العملية، ممكن تقلب العملية، ممكن 500 يبدأ، ممكن 1000. الآن أكملنا ما يتعلق بالمحاور، أكملنا ما يتعلق بالمحاور. لاحظ أخوان، نرجع للاي اوت، نلغي الجريد. بعد ذلك ايش عندي؟ عندي أيضا ممكن أضيف الأكس، تايتل للأكسس، الاكس اكسس او الواي اكسس. ايضا من اللي اوت ممكن هنا تكست بوكس، ممكن التشارت تايبس، هذا من هنا تشارت تايبس من غيره، مكانه موقعه. زين، بس احنا نقدر حقيقة نتحكم به وبالكتابة الموجودة به، يعني حسب ما نشاء. زين، ايضا لدينا هنا الاكسس تايتلز اللي هي المحاور، الاكسس تايتلز below axis. هنا لاحظوا ممكن نقول له هنا مثلا locations، locations. ولدينا ايضا ال y ايضا vertical، ممكن هذا شكله، وممكن يكون عندنا rotate هذا الشكل هنا، ممكن احنا نقول هنا concentration، concentration، concentration. لاحظوا هذا الشكل هنا، هذا الشكل تي دي اس، عندنا متسلسلة واحدة، ممكن إضافة متسلسلة أخرى. نقول له select data، select data، select data، select data، أضيف data أخرى مثلا data ال الصلفيت، وأرسم العلاقة. ظهرت عندي شكلين، وهنا هذا راح يفيدني في إعطاء ممكن أجيبه هنا أخليه. زين، الآن الشكل الرسم اللي رسمته ممكن أنا أنقله، ممكن أنا أنقله إلى موف شارت، من موف شارت نيو شيت نقله هنا، أصبح عندي هذا الشكل الموجود. طبعا هذا الزيادة سببها انه select data، ممكن اختار edit، وهنا بدل ما 18 11، لاحظوا مباشرة أصبح عندي هذا الشكل، هذا الشكل أخليه هنا. لاحظوا شلون هذا الشكل اللي شفناه. أيضا هنالك كثير من الأمور اللي ممكن نضيفها. الليجنت، الليجنت احنا أساسا هذا الليجنت، ممكن نغير الليجنت، شو ليجنت ات ليفت، هذا الليجنت هنا نتعامل معه. عندنا الداتا ليبل، ممكن نضع أرقام أو الليبلات للبيانات الموجودة، هذا الهيستوجرامز. ممكن نقول اوتسايد مثلا، في هذا الحالة اوتسايد هذا الشكل. لاحظوا من الداتا ليبل، ممكن انسايد في الداخل، وممكن سنتر في المركز، لكنه على الغالب في حالة اختياره يختار الاوت سايد. جيد،
هنا عندنا الـ Data Table، ممكن أضع الـ Table أسفل الجدول، أسفل الجدول مثل ما تلاحظون الآن هنا عندي أسفل الجدول، وبالتالي يكون عندي شكل، هذا هو الشكل، هذا الـ Data Table. زين، لاحظوا هو الـ Legend، ممكن أضيف الـ Legend وياه. هنا المحاور الـ X والـ هنا يعني هاي أساسا مثلنا في عملية القلب لهذا الجانب أو للجانب الآخر. ممكن نبدأ منه، وممكن نبدي العكس، لاحظوا من هنا من هنا نفس الشيء بالنسبة للمحور الـ vertical. vertical ممكن القيم مالته بالثاوزند، يعني لاحظون مرتب الثاوزند، مرتب الثاوزند هاي تفيدنا فيها في حقيقة في كان إذا كان الورقة يعني لا تكفي، أو المساحة الرسمية لا تكفي لدينا لمراتب كثيرة، فممكن نخلي هذا الشيء، وممكن نخلي لا بالعكس يعني ديفولت طبيعي، وممكن نغيره. الجريد لاين عرفناها، عندنا هوريزونتال جريد لاين ميجر هاي، وعندنا أيضا الهوريزونتال، أيضا عندنا الميجر بهذا الشكل. أيضا عندنا البلوت اريا اللي هي الخلفية، شو بلوت اريا خلفية، ممكن هنا الخلفية الموجودة عندنا أيضا نتعامل وياها نقول فورمات شارت اريا، وممكن نعطيها سوليد فيل أو لا. زين هاي عندنا، وهكذا. طبعا هنا راح لحال اللحظة ننتهي الجزء الأول اللي هو ما خاص بالكولوم. إن شاء الله في الأيام القادمة أو المحاضرات القادمة سوف نتطرق إلى جانب آخر اللي هو بقية أنواع الرسوم البيانية. شكرا جزيلا وفي أمان الله وسلامة.